رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم. فحكس جري كتاب الجزية هي أحكام الجزية ذاتك قال ضع أو مسلمين تكوه سنول وحيابها حقوق ضعيون وليهين هي واجبات كي يكرف هذا سارا هي شروط للق لي نوع عيتهاي أي كسوة هذا يدي وكتاب الجزية وحشيخ مركب اللعبي وحيابها إنك واجبات كي نوعه وإن لو قبته لو بهن يهي مركب الجزية ديبان وحيو الشيخ رحمه الله ويلزمنا وحدتك مسلمين تواجب كن قنية مركي أيها القانسمان الجزية الديبان الكف عنهم إن فرح لك قادو أنا لدك عالمين وأنا اللينين وضمان ما شينا إن لا ضمانة قادو أي أيضنا واجب كوا شيء نقوه واجب نقوه شيء قاسو نتلفه أن كدي لينا عليهم إيه قدو شاد وحي لقدي له نفساً أو نف بن آدم أو مالاً أم حولاء ودفع أهل الحرب ويلزم وحكله واجب ضدك مسلمين تقوى دفع أهل الحرب ضدك قال هذا الدقال كي نقول اتشرة أيقان عادي وقوضة مركة النقونية إن لقد دفعوا عنهم حق هذا. وحول الشيخ رحمه الله ضدك قال هذا مركي مسلمين تي ايغا دغال كو دحمرو واي سديبان وهو غان سمان حكم كا اسلام كا وخي لوغا باهنا او جزئ اي خولا ان اسكا بخيان هشيسنا مسلمين تا اي لا غلان صدح ريوود با مسلمين تا لا ربا واجب اني فوليان قودب كو كوباد وخا لا ربا واخ ديبين لو غيسنين او ددكاس نبد جليه لا سيو qofkii ku xad gudbay nabadgelyadaana waa qof islaamka ku xad gudbay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qof amaan la siiyay iyo nabadgelyo la siiyay qofkii ku xad gudba oo dhibaato u geysta qofkaasi malcuun wey lama ogola markii in lagu xad gudbo hadii bisa ay dhacdo oo si khalada wax uga dhacaan oo qof si khalada loo dilay iyaga ama xoolahoodii si khalada dib loo gaarsiiyo waxa waajiba sida qofka muslimka wixii si loogu magdhabayay in iyagana waxoodii loo magdhabo oo damaanti la siiyo. Qodobka saddexaad naftooda iyo maalkooda iyo ehelkoodaba in la difaaco oo wixii dhibaya laga difaaco ayaa iyadana waajib ah. ويلزمنا الكف عنهم إن لدي أي واجب وضمان ما نتلفه وحي لقد لنا إيقانا إن لو ضمانت غدا عليهم نفسا هديتاي نف ومالا حول هديتاي ودفع أهل الحرب ذاتك أهل الحرب قانا إن لقد دفاع عنهم حق غدا أي واجب. وقيل وحل إذا انفردوا ببلد كل قد مقالا قار هدي دقان لم يلزمنا الدفع إن للدفاع واجب نقماءها دي مقالة مشتق إلى قارو الدقان ويقو أي ليهين إن للدفاع واجب معها لكن قولك صحيحة إن للدفاع يا واجبة حيا لأنك عياه وحا نقاضني مسؤولية دقاه إن أمان سينين. ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو ما سأسلم أهله عليه أو فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون
على كنيسة كانت فيه من في الأصحي أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز. وحنالك أنك جلينا حقوق ضيق الأولى هي واجبك. مركان كسب حناي حقوق ضيق وإلى هاي وصدح الرماد عن كدق ناي شن الرماد ضيق اللوجة بهن يهاي بنالك أنك جلينا وواجب إني فليا. كي كوبات بالله بشنتي وحول الشيخ رحمه الله ونمنعهم وحن أدي إن إحداث كنيسة كنيسة عصب إن لرسو في بلد مقاله أحدثناه أنه أن لسنة مقاله إسلامة سيدة بغداد هي قاهرة هي مقاله إن كلمتك مقاله إن كددك إسلام كو أي أساسين بصري هي كوفي وإسلام كلها هذه مقاله إن كأيسو الدقان إن مقاله ذا كنيسة كردسان ممنوع بكتاين أو مساء أسلم أهله أهل البلد أي إسلامي عليه على البلد بلد كي يقود الإسلامي كمدينة واليمن ومكة أما ما هي بلد كا مركوها ركفار بايسكالها لكن دتك دقناع رنبا مسلمين يشو بدلي بلد كا سينو بلد إسلام بالنقضي بلد كا إسلام كا إستقر الله ما أقلع إن لقد سكني سعشو أو قضب كلبا أو أسلم أهله أما أهل كسيبا صو إسلامي عليه على البلد يكون صو إسلامي سيدا مكة إيو مدينة إيو إيو يمن إيو رول كان شردان مركو رجالة دقنين لكن دماء هو إسلامي وما كي وحوي لفتح الله قبصدي عوة حوغ لغو قبصدي كأسفهان والمغرب لا يحدثونها أيضنا كنيسة قصمين مهيان فيه أي في هذا البلد بلد كان نحديثا كنيسين يكون سميان لما أقلع سيدا أقلع وحن لأقلعين بلد كهدئي مسلمين تي قبصدين وحوق يكون قبصدين قعام طوضين وصوق علي إن كنيسة يدن الله سمي يدن بي ممنوع وي محايا لبلد كهي وحكو يالا وحاملك ويالنا بالاستيلاء مركي للوريقو مسلمين تي ملك ويالنا رول مسلم ليه هين إن كنيسة لقدشو مبنانو لما أقلع وما فتح عنوة للك حول القوقة بصدي كأسفهان والمغرب لا يحدثونها فيه كنيسة كما نحسمين كران إيادانا محايا لأرض للمسلمين بين نغطين ويقرون لك والو دينيا على كنيسة كنيسة وكان ذاهيد فيه للك نحديث في الأصحي وجه سحلا لكن للك على قبصدي كان استيهوري وقرسنا وهري إيه وأيوه هايستين سيدة اللو الديني فرحة اللوغة قاضية محايا القديم يترك على قدمي الشيء هذا شيء قديم يهو كاهر ريي سيدة اللو الدعية اللو مغنجلية حكامتي سيلوغ الدعية والثاني وجيغان أصحى واكسه الجيدة يقرون والغوق أن ما كان وحير ولا يقرون على كنيسة كانت فيه لا يحدثونها فيه كنيسة بصوبكم صمينيان ولا يقرون من اللوديني على كنيسة كنيسة وكان ظهيت فيه بلد كالحديثة في الأصحي وجه سحلا وجه سحلا وحوليه كنيسة ديه ميشة كوية اللي يقول كي ميشة مغالا ذا كوية اللي لما أنتي مركي مسلمين توقبصدان وحوكو قبصدان غنيم وشو بدليه هذه أغنية إسكو بدلين وحيالنا يا مسلمين تابل استيلاء كيالنا يا هذه أيشان نكنيسة دي وحيشوك جلسة ملك كمسلمين ملك هذا هذه سوق شنا سير ربان بكيالي يا قف حوله سيسعى صورة وكذا يا مسعيد بيو بدلية هذه ربان وثاني وجه قال بدو حولها يقرونا ما يولو دينية وحي كنيسة ظهر ومش هو يالي فرح على قاضية محيل المصلحة تقتضي ذلك والقديم يترك على قدمي مصلحة ساسي كنيسة إن ضدك ميلي كعب هذا يستان لود دايو ويكاجسي كذا ساسا مصلحة أي كنيسة وإلا هديك له نفل عارب إن قن يانا وادق علما يان وحي هراء قديم أهانا سدي سالوغة تجا يترك على قدمي أو مس بلد كصلح بالغو قبصدي حوق لغو ما قبصنينه
صلح يهشيد بالوقف صدي ما فتح صلحا بشرط الأرض لنا وحان يهشيس الوقف علي للك إني مسلمين طول هذا وشرط إسكانهم يقون الديقان كإلى هذا والدقان هذا ويبغاء الكنائس كنائس تودن اللودة أيو جاز مركا وبرنانتها إثبات الكنيسة كنيسة إلا سوق مركا وبرنانتها وحر الشيخ رحمه الله هذه مقالة دي صلح يهشيس الوقف صدي هشيس كنو أهارول كإن يشان مسلمين قال دون إدقان هذا خرشنا إسكب بحيان أو كرؤ أو كلا كنائس تودي عبادة دون اللودة أيو مركا كنيسة وبرنانتها محيّة للمسلمون على شروطهم وحي الشرط يقول لك قالوا سيدي سأيا الوفو لنيا وإن أطلق العهد هشيسكي هدير لسك إطلاقه وحب أن لحديدني يشرط قيل لك قالي فالأصح وجه سحظة المنع من ذلك إن كنائس تالي جوجيوي هدي وحو يري هشيسكي أو حبل الشيقين يصول حباله قالي لول كان عنك على اللي يري sheeka kale loo gudbin wax kanisada marka la ogolaan mahayo maxay yeelay dhulka anaga ah waxa ka dhalanaysa dhul muslim inuu yahay dhul muslimna kanisada in laga dhisho lama ogola wayn adla qawd li qawd wuxuu yidhi ash-shartu shartiga hadii la idlaqo fal asahu al-man'u shartiga saxda wa inuu wuxuu yidhi la manciyo oo loo diido kanisada in aan laga dhisin aw lahum qurrat ولهم الإحداث في الأصح وإن فتحت الأرض صلحا للك هذه صلح الوقف صدق بشرط الأرض لهم مركو روحا بشرط الأرض لنا هذا وحا هشيسك الوقف علي بشرط الأرض لهم للك إن يقول هذا مركو لقب صدق هشيس وحا الوقف علي للك إن لو دايو يقول هذا أمان الله سيو جزيان اسك بحيان أو لهم الأرض للك إيجا إسكالا هشيس وغلا قلي قررت كنيسة دي ولا سوغا يا مركان إلا حولها دي وي للك دي وي ولهم وحين إليهن الإحداث إن كنيسة عصوب سميان في الأصحي وجه سحدا دي للك هشيس نماكي اللي غلا قلو هشيس كنا أوليغي إن للك دي يوغا إلا هذا وحمركا كنيسة كنيسة هرأوه لقد من الكرا مجران سيدة اللو دينية dulki maadaama iyaga mulkigooda iyo iyagu leeyihiin kanisad cusub inay ka dhistaan ayadana wax maaniya ma jiraan ma loo diidayo ereyga allahunta waxa ka fiican in la yiraahdo la yumnaun maxay ilaa lahum haday noqoto waxay noqonaysaa xaq ay leeyihiin eeshana wax xaq kuma laha laakiin wax loo diidaya ma jiraan wayumnauna wujuban wa qila nadban من رفع بناء على بناء جار مسلم والأصح المنع من المساواة وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا مركو كسو بحي حكم كيها كنائس إن الدستان إن لو أقلاضو ميشو شرع وكتاقيها أصل كنا إن يتاين ممنوع إن يتاين أيوحو قالي هادنا حكم كي لباد أو أه وحيابه إيه قلق الربي لما كان اصلا امر وحل نغسيه ان لغا قاده جزيه وهم صاغرون يغو دليسن ان marka iyagu dadka muslimiinta ay ka sareeyaan ma la ogala saadarteed wuxuu yiri sheekhu wayumnauna wa halu diidaya bi shardi aw bi ghayri shardin wujuban wa wajib wa qila nadban bal ma sunawiy min raf'i bina'in ismayna kor qadan على بناء جار مسلم قف مسلم قرقينا أي كسر مريا إن اسمها انت كورو قادان مسلمين تقريوه ذو قريو كسر دو سر ريا إدستان ولو دي ذي إيضا لابا السبب وضب علماء كوع الليينو مذي وحاويان وحالقا بقيا إن يددك مسلمين تا عورو ذا هلكا كفيريان عورات المسلمين إن يفيريان سبب كاللواد may waxa loogu diidaya nimankaan inay sharaf iyo iskareysiin dadka muslimiinta dhaxooda ku yeeshaan lama rabo maxay ila al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi
سيد إمام البخاري تعليقا وكوري من حديث ابن عباس يا أبي داود يا دار قدني يا حمش ذا يا طبراني ما يوريان سوى مرفوعة قفك مسلم كائن لا قصر رأي لما أقول إسلام كشتا قصر رأي صدرت إن الشرف أي وقوف فاران إسلام كي يشان بأل الديدية خلافك صوص عدانا وحكود لسنية إلا وضع تعليل ويمنعون والو ديدية وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار قف جار إني أكتي كالرسان كاسو مسلم أي اللو ديدية أي ذو اللو ديدية إن لغا كرنوضو مسلمين تا أما الذي ديها عورضه إن لفيريو والأصح وجه سحظة المنع إن لو ديدوي من المساواة إن الله سنعرضا إن لديدوي وهدان إلى هذا الشرفتي نوح نقونا يا ترتم كجر هوس إن لو دقال ربا هدان إلى هنا عورات المسلمين مركان دي سمينيه وعورات المسلمين الله صد في رسانة يمتشران والأصح وجه لأنهم يقول لو كانوا هديهين بمحلة مجال جارة مفصلة أو جار وقصة عن مجال ذا كلا محل ذا وحلها ميت ديجان كيركا هو مجال ذا ودو هذا ديجان جار ليهين منفصلة أو قصة عن لم يمنعوا لودي ذي مهيم بلا أن على أنهم منعوا سابقا لاطلاع عورات المسلمين وحكود سنيا رأي كان هذه أن لهنا مسلمين تعورضوا ذي في سنة يعني تمال الله هذه كردستان سير رمان هول الإسلام دب مال مركان، لكن هدي أن لنا واحد الجديد يا إني إسلام ككسر مران، قرية كغرح بدن تي إسلام كإني أكتوه ذكر الإسلام ليالي مهاي، هاي الواحد لا نيسا، إن إيه وأي شرف بطان وإسلام كي أيك كر مران، ويمنع والديد يا الذمي، نك الذمي من ركوب خيل وصاب تصدق كسد حذية لنا، كني سده الله ما أقولانه. gudiyad dhaadheer looma ogola sidoo kale waxaan la ogoleyn farda inay fulaan oo meesha ku xaragoodaan wayumnaa wa loo diiday adimiyo ninka dimiga min rukubi khaylin farda inu fulo li sharafha sababta loogu diidayo fardahan waxay leeyihiin cizzi iyo sharaf gaar ah ninka aan cizzi iyo sharaf la lama rabin dulliye yahana la rabin la hamirin damir maya wa biqalin iyo baqal نفيسة أو ونكسن لكن دمير كيس يبغش يسادوس كذا حر وضع واحد يوم مرم حي العز الشرف لوضع من اللوم يقان أما فرضها سوماها وحي رسولك صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسها الخير حديث صحيح رسولك وحي صلى الله عليه وسلم فرضها وحى إلهي فود وضع وكحر خير بالوحرين ووح مرك إلهي بركيي بل أحاديث تقاركوذ وحشيه قيان إن عزي يا شرف ظهر الفرس إلهي أصاري مركة هيبت بوليهي هيبت دعنا إسلام هنين لوما أقلا ويركب وحوير ويركب ونفوليا دميرك إيبالك إليها ذو بغشا بإكاف قبط البكفوليا إيا وركاب كورو خشب أوكسم إيسان قريو غلبك إيو جاديدك أصاران إيو بغشا إيبفرسك إيو alaab aad u qurux badan oo kooro qurux badan oo ajeeb ah oo lagu xaragoodo looma ogola mid iska miskiin oo kan muslimiinta ka hooseeya la rabaa wayarkabu wuxuu ku fuulayaa biikaafin ikaafka waxa la lahaa Soomaalidu taqriiban waxa qoftol bah la dhuhu dhaw yahay fardaha iyo dameeraha iyo baalka marka la rarayo sheyga la saaraa la lahaa waliba aad waxa loo isticmaalaa ikaafka baqasha iyo dameeraha loo isticmaalaa faraska waxa loo isticmaalaa suraj بلا استعمالا وحال هوس لقى أو هوس لقى جليا حلس وحفظه أو كعليا ديت كي واحد يبكي كعليا لانه مركز الصومالي وقبط الكاش وده ويهاي سقي كرباش واحد أهم الصومال ده بدنا هذه سدان كم بدنا قلب بدنا النجا ويركب بإكاف برد عن والي لهذا أيوة يركف ولا يا يوركاب يوح يلي كارة أو خشب قرئة لا حديد مدبر اللهم أقلا ولا سرج كورو فرسنا اللهم أقلا سرج هدي اللهم كفرس كيها ويلجو إلى أضيق الطريق مبضاد ميشه وعجلسا أيا الوعجلين يهداس كوه ارتمادان ويلجو إلى أضيق الطريق مبضاد ميشه وعجلسا أيا عجلين مارتي
baa lagu riixayaa. Waxaana arrintaa daliil waa xadiid abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaal laa tabda'u alyahuuda waalnasaara bisalaam, yahuud iyo nasaara labada qolo midna salaan ha ku bilaabina. Faidaa laqiitum axadahum, midkood haddaad la kulantaan, fii dariiqin fadaruuhu ilaa adyaqih, meesha cidhiidhiga ah halkaa u dhibaato geliyo, halkaa isaga riixa. Imaamu muslim ayaa xadiidka wariyey fi saxiix, bukhaarina adabu lmufrid ayuu ku wariyey. Walaa yuqaruuna, lagu qiri maayo oo loo dayn mahayo. Walaa wuxuu yidhi walaa yuqaruuna, may la weyneyn mahayo oo nimankii xurmo iyo ixtiraam la siin mahayo. Walaa yusadaruuna, lana hormarin mahayo fii lmajaalisi, ninkii waa kaan yidhi waa laga ilaalinayaa sharafta iyo waxyaabihii lamidka ahaa. maadaama yidhi marka ninkan tasgiir buu alla ku waajibiyey, tashriifna waa laga ilaaliyey. markii majaalista la imanayo in la weyneeyo oo la ixtiraamo oo meesha dadka la weyneynaya la fadhiisiyo oo xagga hore lasoo fadhiisiiyo lama ogola. walaa yuwaqaruuna, lama weyneynayo oo laguma ixtiraamayo. walaa yusadaruuna, horeyna la keeni mahaya fi lmajlisi, majliska marka lasoo fadhiisanayo. wayu'maru, waxaa la amrayaa bilkhiyaari waazunnaar fawqa athiyaab. wuxuu bilaabay sheekhu xukunkii saddexaad oo isagana looga baahnaa oo mamnuuca ka ahaa. waxaa mamnuuc ka oo kale inay dharka muslimiinta xidhaan oo kale xidhaan, si iyagii muslimiinta aysan isugu khaldamin, in la kala saaro ayaa la rabaa. oo qofkan wixii markuu samaynaya la ogaado ninkan nin gaala inuu yahay, laakiin qofka muslimka ah waxyaabaha aan loo ogolayn oo mamnuuca ka ahaa sharcan gaalada se loo ogolaa si aysan isugu khaldamin in la kala saaro. wuxuu yidhi sheekhu raximahullah, wayu'mar, waxaa la amrayaa bilibaasi, inay xidhaan bilkhiyaar, mara calaamad leh. khiyaarka waxaa loo jeedaa waxyaabahan yararka oo karinta ah oo qofka maradiisa lagu dhejiyo marka calaamada loo sameynayo, sida askaraha oo kale iyo meelaha caalanka yar oo ku dheggan oo kale. dadka xajka oo kale aad baa loogu sameeyaa calaamad yar oo waddanka uu ka socda iyo ka tarjumaysa, caddaynaysa. waxaa la rabaa dadka kale in lagaga sooco oo ay noqoto shicaar, shicaarkaasaa la dhahaa. marka midab ka duwan midabka dharka ayuu loo yeelayaa. wayu'maru bilkhiyaari, inuu khiyaar xidha ayaa la amrayaa, libaasi alkhiyaar, inuu xidho mare ka duwan maryaha dadku xidhan yahay iyo shay ka duwanoo calaamada inuu xidha ayaa la rabaa. waazunnaar, suunna inuu xidhaa la rabaa, fawqa athiyaab, maryaha korkoodana suun inuu ku xidha ayaa la rabaa iyadana. arrintaana waxaa iyadana ku soo rogay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu. cumar ibnu khadaab markii uu la heshiinayay ahlu shaam ayuu wuxuu u qoray kitaab. kitaabkii waa waxaa ku qornaa annahu yalzimu bina, inay nimankaasi qaataan inay waajib ku tahay, xaydu kunnaa, meel kastoon marayno, wa nashuddu zanaaniira calaa awsaadina, meel kastoon maraynana suunkaasaan dhexda ku xidhanaynaa, wa allaa nudhira sulbana, saliibka iyagana inaana bannaanka ula soo bixin, in calaamad gaara ay qaataan, suunkaana korka ka xidhaan, saliibkana aysan bannaanka ula soo bixin. heshiiskaas cumar ibnu khadaab uu la galay. atharka waxaa wariyey imaam xaakim ayaa wariyey. marka cumar ibnu khadaab heshiiska uu la galay, kii ayay muslimiintuna qaateen calaamad gaara marka loo sameeyo. garabka ayaa waxaa looga tali jiray mara yaroo gaara baa loogu samayn jiray, suunkana dhexday ka xidhan jireen oo korkay soo marin jireen. laakiin hadda muslimiintiibaa waxay noqotay tabaco, kiibaaba hadda lagu faanayaa, dhexdaa la iska dhuujinaya, had subayda arag. marka dadkoo dhan hadda waxaa weeye zayigii waxaa la qaatay ahludimmada oo loogu talagalay dadka in lagu sooco, baa faan hadda noqdo oo laga dabagalayba, waa musiibo soo baxday weyn, waxayna keenaysaa tabaciyadda muslimiintu ay qaateen. latatabicunna man kaana qablakum shibran bishibrin buu rasuulku yidhi, sanana man kaana qablakum,
شبرا بشبر تيبا مركة تاغن. وإذا دخل هذه أقرى لكي كافر كاها وديمي حماما ما اللي اسكو كرولين ايو فيه ما شبا فيه ما شانا مسلمون ضد مسلمون ايكو سغنيهين أو أما ستجرد عن ثيابي أما مريه سيبو اسكالي لغير حمام ملان حمام هين جعل في عنقه قورتي سو حييليا خاتم بويليا خاتم حديد كاتون حديد أي قورتي قشانيا أو رصاص أما باش اللي هذا رصاصة يو نحوي وحي لمذا نكي وينكي نرشار بالله حليا علامة بالله سميسون إيو مرو سم مسلمين تلوغا سوعا meel wuxuu tagay xamaam leeyahay dharka la iska wada dhigayo oo la isku kululeeyo isagina dharkii uu iska dhigay dadkii kale joogay muslimiinta dharkii iska dhigay maxaa lagu kala garanayaa wax lagu kala garto male waxa la sameynayaa qoorta waxa loo gelinayaa wax yar oo bir ah ama bahashi mar ah ba qoorta loo gelinayaa si dadka kale looga sooco sidoo kale hadii banaanka uu soo baxo isagoo qaawan waloo diiday laakiin hadii ay dhacdaba oo duruuf ay ku kalifto birtaas uu qorto soo gashanaya si dadka kale uu uga soo xumo wayda dakhala wuxuu ila hadu gala xamaaman xamaam fihi xamaam ka muslimuun ay ku sugan yihiin xamaamka wuxuu u leeyahay sidaan xamaamka hadii la galo dharka la iska wada dhigaya waa meel uumi lagu siidaynayay biyo kulul qofka marka waxa la raadaa dharka inuu iska dhigo waxa biyaha lagu siidaynaya burudadii waxyaabahaas la iskaga saaraa marka dadka sharafta loo dhaw iska ilaaliyaan ma galaan maxay yeelay meel qof sharaf leh uu geli karo maaha dad qaawan ba meesha kuwada jira saa darteed haddiiba hawshaasi dhacdo oo uu meesha uu galo dhar gaara waa inuu xidhaa birta waa inuu xidhaa oo mase tajarrada can thiyaabihi li asbaabin ama asbaab kale uu isaga dharkii isaga dhigay jacala fii cunuqii qoortiisa wuxuu yeelayaa khaatama xadiidin bir أو أما سرساس أما مار ونحوي وحي لمذا ويمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزيرة والمسيح وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد قضبك أفراد وحيابه اللون دي ذيئها أيان مرينا سكيسة دحاد متكود ويمنع وحلو دي ذيئ من إسماعه إنهم مقشية المسلمين المسلمين ضدك مسلمين تها شركا ضدك مسلمين تها قال لمي وحن الله جحنا قو أن الله بهنين إنهم مش مقشية ولودي ذي ويمنع وحلودي ذي قولهم هذا الكود إليهم كفارته في عزير عزير ابن الله عزير ابن الله إن يدهذان يدنا ولودي ذي وقولهم المسيح مسيح إليهم ابن الله سجن والودي ذي أمثال ثلاثة إن الدهان أيضا قولك والودي ذي ومن إظهار خمر خمر إن بناك ولا صوب حان والودي ذي وخنزير ضفار إن بناك اللي مادان والودي ذي وناقوس بون إن بناك ولا صوب حان أما برت وحكوي أرسلنا والودي ذي وعيد عيد ذي فاستض إن بناك ولا صوب حان والودي ذي وقراءة التوراة وإنجيل بكل بعلم ذا لكن وحاشون هذه هوست هذا أصلا ما يسنا يان لقوا فرق عشان معي وحال الدين يا وحبناك وصوبها محايا لأن نحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر قفكو حوستي سوته سجى وطالع وح فساد كين يا الدين يا ولو حجر شرطت هذه الشيء اللي قلق له هذه الأمور أربها عن صوش يجني وفخالفوا أي جرم مران لم ينتقد العهد عهدي مبريو مركان كسو بحنا ارميه لو ديدنا او شنتا اها اي شيخ وحو بلاوي شروط اللجليو يا نوعيهدا اقسامتهدا شروط واسدح نوع شروط هدي كبحان هشيسكودي وبريو تلقائيا مطلقا يا شروط هدي كبحان هشيسكودي وسنبرين تلقائيا او مطلقا هي شروط هذه الشيس اللي قلت قاله وشرط أي كوجالان أو أي كبحانة بريو هذه أيضا شرط جارة اللي قلت قلنا أيضا كبحنا أم بريلين لا والله سوقي بسمان
صدق حنان يسقى شيخ الشيخ جي ولو وحيل الشرط ده هذه الشيء سلوا لقاله هذه الأمور أريمها ندع عن صوت شيخني ومسيحي محلقة شيخي هولها سها شركي إلا سبحانك لا دقيه وفخالفوا أي خلافان وقرب مران لم ينتقض العهد عهد مبريو حي لوحان ووحي وأرقت أركان يجو إنه بناني هاي إنكم بأودي ذي إنه كم ممنوعين صادرت هذه وحي وأركين إنه بناني هاي السميان وحبب عهد وجودي بري مهيو إنك أنا هذا الضرر هذا وين أو كان سنة يا مجرو ولو شردت هذه الأمور أمور ترى صوشة إن هذه شيء سلقوا لقلو وفخالفوا أي خلافان وعيسى وحي الشيخين إنه إله يهي ابن الله يهي أما زيد ابن الله بإلهين أما وحيابها لم ينتقد العهد بل لنكوذي مبريو ولو قاتلونا لكن هذين لدق علمان أوم سيمتنعوا من الجزية أما أي ديدان جزية إنا بحيان أو من إجراء حكم الإسلام أما وحي ديدان أحكام الإسلام كإن لقف ليو انتقض مطلقا لبضا ومطلق مرك كاهور هدي خلافان وحبور أيام جران صدحان قضوا وكلا هدي سميان عهدك تلقائيا بكبور أيام كي صدحات بمرك باللابية ولو زنا هدي أزنا استذمي من ذي من ذمية بمسلمة قوار مسلمة أو أصابها بنكاح باسم النكاح وحمر عن نكاح كما عابن بوجيمت أو مسدل وحوت سيء أهل الحرب ضدك دجال كوي نجد حيي أي أيوة وحوت سيء على عورة المسلمين ضدك مسلمين تاع عورة ضادي أو فطر مسلما عن دينه أما قف مسلما أي دين تيسي كفدني أو ضعنا في الإسلام أما إسلام كيبو وحكش يجي أو القرآن أما قرآن كيبو وحكش يجي أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أما الرسول كإلهي بوحمان كش يجي فالأصح وجه سحظة أنه إن شرط هذه الشرط هي كجرت الانتقاض انتقاض العهد بها إريادة عهد وإنه كبر يهديه شيس كالغوغالي انتقض العهد عهد وبري بمخالفته وإلا هدان هشيس لغوغل فلا ينتقض العهد بمخالفته عهد مبري مخالفته لنكا واننكو حد قذب يمعسيه قلي عقابت هذا لمرنيا ومن وحيل قفك انتقض عهده قفك عهد جيسي يبلنتيسي أي بورتي بقتال دقال بكو بورتي وساقا مسلمين تلا دقال لميبا جاز وحبنا دفعه إن لا سكر دعياء يا بنان وقتاله إن لا لدى قال لنا وبنان تاي لمن كي هادي هشيس كي أي كبحان ووحي أقبحين بدى قال بي مسلمين تكو سوق هذين ولا سكر دعينا يا ولا سكر دفاعيا وانا اللين يا وحلو سيبا يا حيدت كاللو سيبا يا انت سيفي عن لولا يا ولبا أو أمس بغيره بغير قتال أي كبري أرميه كلا حتى صوشي أقنميت كميدا أي اللي ما دين مركزا واحد بوري بلنتي هشيس كي لقلي لم يجب واجب معها إبلاغه إلا جارسيو مأمنه ميلو آمن كيهي في الأظهار قول كقوي بل يجوز يختار الإمام إمام كوحو دورنا يفيه إن كان أرنتيسا قتلا دل إنو دلو يورقا إنو أدون صدو ومنا إنو إسكسي دايو يوفداء إنو حكفرطو والثاني قول كلابادا أظهر ككسور جيدا يبلغ المأمن ما يميل مأمنة وآمن كيها اللقينية حيالي أدا هوري أمان السيين كمن دخل بأمان السبيين وحل من يهي قف كافر والمير أمان السيين قف كوالا نبت قلنا إياه ميل مأمنة اللقينية وحلالي أمان كيلمها يرمق انتميه لكن مأمن بكو قيل إنها نغصة ونغني وحل الشيخ رحمه الله هدي عهدي يبلنت أي برتغال كلا لقلي سبب تكو برتين أي تهدقال ومسلمين تلقلي نكا والاسك دعنيا وانا لدليا وح أمانا نمالي لكن وحان دقال هين هدو كبرو أو وحيابه كلا مل أمان قلين أيام سهران لو قبل الله بيا
laba qowl baa ku sugan. Qowlka adhaarka wuxuu leeyahay ammaankii isagaa buriyeyba oo dagaal bilaabay, saa darteed dagaalka cahdigii iyo ballantii isaga ka baxaan ujeedaa. Heshiiska noo dhexeeyeyna wuxuu ahaa ballantaa in lagu nabadgeliyo. Marka wax ammaana oo haystaa ma jiro, isagiyo gaalka xarbiga waa isku mid, waa fasaxan yahay imaamku, wuxuuna xaq u leeyahay inuu dilo, inuu addoonsado, inuu maaragtay fasaxo iska sii daayo, iyo inuu ku furto dad kale iyo xoolo kale. Qowlka labaadna wuxuu leeyahay, qowlkaasi wuxuu deliishanayaa kalga kaafiril xarbi buu la mid yahay. Qowlka labaadna wuxuu leeyahay maye, waxaa la samaynayaa ninkan maadaama ammaan uu ku joogay, meel ammaana la geynayaa, dagaal baa loo iclaaminayaa, markaa kadib baa la iska dhicinayaa. Oo wuxuu la mid yahay qof ilmo yar uu soo geliyey waddanka, kaasoo kale la mid yahay waa laga saarayaa, waxaa leeyahay bannaanka nooga bax, waana la iska dhicinayaa. Fain aslama, hadduu marka qofkiisii islaamo, qabla alikhtiyaar, imaamku intuusan arrimihii kala dooran, imtanaca ariqu, qofkaa in la addoonsado mamnuuc bay noqonaysaa. Maxaa yeelay qabla alistiilaa, isagoon gacanta soo gelin ayuu islaamay, qofkaa marka waa badbaadinayaa naftiisa. Wa idaa batala, haddii uu buro, ammaanu rijaalin, rag ammaankood hadduu buro, lam yabdul ma burayo, ammaanu nisaa'ihim, haweenkooda ammaankoodii, iyo wasibyaani caruurtii, fil asaxi, wejiga saxda ah. Hadduu ninkii ammaan ka baxo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo fitabac bay ammaanka uga baxayaan, oo iyagana kurkaa la dheeraynayaa, la dhihi maayo, isagay hawshu ku eg tahay. Wa idaa badala ammaanu rijaal, rag ammaankood hadduu buro, lam yabdul ammaanu nisaa'ihim, haweenkoodii ammaankoodii ma burayo, iyo wasibyaanu fil asaxi, wejiga saxda ah. Maxaa yeelay wax khiyaamo iyaga ka timid ma jiraan. Wejiga kale wuxuu leeyahay yabdul, maxaa yeelay tabac bay ahaayeen, wa taabicu taabic. Wa idaa ikhtaara dimmiyun, qof dimmi ah hadduu doorto, nabda alcahdi, ballantii inuu ka baxo, walluxuuq bidaari alxarbi, gurigii gaalada inuu aado dagaalka ku jirta, bulliqa waa la gaarsiinayaa, alma'man, meeluu aamin ku yahay ayaa la gaarsiinayaa. كتاب الهدنة هذا محله. الهدنة ومصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة. أصل كذن وحكته من الهدون هو السكون والليون واللين وحقول الدتشية أيال لها الفاضة وحكمديهين إسلام كوكس وبحي ورسولك صلى الله عليه وسلم أن لوغه الرينين حق شرعي نوح لهذا دقالك واللي سكده مدة معلومة بعوض مسلمين تو ايقاضا نيان او غيره اما غير عوض سواء فيه وحاشكم مدى عوض كمسلم كاما هلقا قاضا اما يساوها بحي الله بضبا وحاكرا ايضا اشكم مدى ان دادك دين تو ذا لو داي ايو ان لو دين انتو هو اشكم مدى مركا وحا لي هذا هشيس مسلمين تا ايو قالا دا اوضح اي حبت جوجين ان حوقا دقال كهكاد لقليو. وحنا أصل كتابك يسونها يا إجماع أمضى انتبا اللي وحولي سبحانه وتعالى فصيح في الأرض أربعة أشهر أفر بلود بالسين وانكي مشركين العرب مركي مكلا قبصدي أفر تاب بلود هدني كتران وإن جنحوا للسلم فجنح لها أدي هشيس دالبضان اللي وحولي للقى هذا هشيس كاس رسولكنا صلى الله عليه وسلم سلح الحديبية أي لقى لأن منكي أها وريش علمتنا وكو إجماع عن أرنتاس وحو يلي عقدها هنا عقديه لكفار إقليم قالت دقن ديقان أما الضل دقن يختصوا حقاس كيهي بالإمام إمامك إيو النائبه فيها أي في الإقليم هدي وحو يلي هنا لقليه هشيس كان لقليه أمطن أو شعبة شعوب دقن ضل وحا لقلي كان إمامك إيو النائب كيسي سيدة هندية أو كلية روم أو كلية إقليم بيوية قانان عربتو إقليم الهندي با قارد دا هندي أردان إقليم بالوية قاني أوروبا أردان إقليم بالوية قاني. بير شيئ يعني من كي لأولنجري فارس أو خراسان أردان إقليم بالوية قاني
marka jihooyinka noocaas oo kale haddii heshiis lala gelayo waxaa heshiis la geli kara imaamka iyo naa'ibkiisa. wabaldatin wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan liwaali liqliimi aydaa, haddii qolada laakiin heshiiska lala gelaya ay tahay magaalo ay tahay gobolka muslimiinta oo magaalada dariska la ah ninka waaliga ka ah baa magaalada heshiiskeeda geli kara, maxaa yeelay iyadu wax yaroo kooban way. wainamaa tucqad, heshiiska waxaa la gelayaa limaslaxatin, hudnada marka la gelayo waa inay muslimiinta maslaxad ugu jirtaa. ka dacfina, waaba in muslimiintu dacfi uu ku jiro. biqilatin, yaraan baa keentay dacfi. qidlati cadad, aw amase waxaa keentay. uhbatin, cadami uhbatin, diyaar garow baan jirin. aw amase rajaayi islaamihim, ama waxaa la rajaynayaa dadkan lala dagaalamayo inay soo islaamaan sidii maka ka dhacday oo kale, maxaa yeelay kulli waa soo wada islaameen carabtii oo dhan intii hudnaday ku soo islaameen. aw amase badli jizyatin, ama waxaa la rajaynayaa inay jizye iska dhiibaano si dhibyaan iyo daleel in lagu helo ayaa la rajaynayaa dal iyo dadba. waxyaabahaasoo dhan haddii la rajaynayo hudnada waa horaa laga gelaya, maxaa yeelay maslaxad baa ugu jirta islaamka. fain lam yakun dacfun, wax dacfi ah hadduusan jirin oo muslimiintii ay quwad iyo awood leeyihiin, jaazad, waa bannaan tahay. arbacata ashhurin bira'yi alimaam, imaamku xaq buu u leeyahay afar inuu iska galo. haddii markaa aysan wax dacfi ah jirin, imaamku xaq wuxuu u leeyahay afar bilood inuu galo, maxaa yeelay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ka qabsaday oo hudnada afarta bilooda uu gelayay wax dacfi ama uusan haysanin, 12,000 oo ciidan ayuu maka kala baxay. waana kay muslimiintu dhaheen lan yuqlaba alyawma bilmuslimiina min qilla, cadowgu nooga adkaan mahayo maanta, yaraanna looga adkaan mahayo. marka niman yaraan ay hayso ma aysan ahayn, maadaama ay dhaheen lan yuqlaba min qilla oo dad aada u badan ay ahaayeen, dacfi ma jirin. haddana ra'yiga imaamka ayaa wuxuu ahaa in hudna la qaato, saa darteed wuxuu yihi fain lam yakun dacfun, dacfi haddii uusan jirin, jaazad bira'yi alimaam, imaamka ra'yigiisa arbacata ashhurin waa ku bannaan tahay. laa sanatan, sana maya, sanad kaamila lama ogola. wakadaa waxaa lamida duunahaa sanad ka yarna lama ogola. fil adhari, arbacata ashhurinna ka badan, afar bilood wax ka badan, sanadna ka yarna fii xukmi sana ayuu leeyahay iyadana fi ladhar. qowlka labaad wuxuu leeyahay maya sanad wixii ka yar fii xukmi alarbaca, way afarta biloodoo waa bannaan yahay, maxaa yeelay waa muddatun qasiira, waana waxyaabaha badanaa taraddudka qiyaasu shabaha la dhaho, yacni sanad iyo afar bilood waxaa u dhexeeya, hal yulxaqu biarbaca am yulxaqu bisana, waa mutaradid baynahumaa. haddaan idhahno waa mudda qasiira ka arbaca, waxa weeye waa bannaan tahay. haddaan idhahno waa mudda طويله وهي كسنه لا يجوز. ولضعف تجوز 10 سنين فقط. هدي وحول ولضعف هدي مسلمين تضعفي وكتشرو وطور الدفاع كوكالا اي دقال اي سنهاينين تجوز وحا بنان 10 سنين طوان سنه فقط طوان اني قالان ايا بنان محايا لرسولك صلى الله عليه وسلم طوان سنه ايو قليشو الحديبيه وحان حلقا ودريمي ضعفي انو كتشرو وحونا كهلا النصر وكهلا إلهي سبحانه وتعالى وكسيي. ومتى وحو يلزاد ذا هدئ كالزيادي على الجائز طوان كي سنة بنانا فقولا تفريق الصفقة صفقة ذا كالجين تيذا لوذي قولوا أها أي كسوغن تفريق الصفقة وأني كسو مره في البيع لوشي أو من دبنايا من دوسن بنانين haddii hal heshiis la isugu keeno laba qowl baa ku sugan. qowl wuxuu leeyahay ka jaa'iskaana waa la bannaynayaa, ka muxaramkaana waa la joojinayaa, baadil baa laga dhigaya waana la kala saarayaa. qowlna wuxuu leeyahay waxoo dhan baadil baa laga dhigayaa waa laisla tuurayaa. haddii marka 10 sano ka badan heshiiska la galo labadaa qowl baa ku jiro. qowl wuxuu leeyahay 10 sanana waa ansaxaysaa, wixii kalena waa baadil. qowlna wuxuu leeyahay waxoo dhan baadil waay. waidlaaqu alcaqdi, caqdiga haddii la fasaxo yufsiduhu, waxoo dhan buu faasid ka dhigayaa. haddii laakiin la yidhaahdo hudnaan gelaynaa oo waa imise muddadeedu waa furan tahay, dee 100 sanay noqonaysa iyo abadi, markaasoo kale baadil weyn. wakadaa waxaa lamid a shardun, heshiis haddii lala galo faasid
شرطي فاسد هذه لا لا على الصحيح سيده صحيحه شرطي فاسدا ايدنا لما اغلا شروط الفاسد كان محاكمه بان شرط ضوابين وشرطيه منع فك اسرنا ان انغا ددك لا خري ان لا سو دينين يا اسرانا سوما بان شرط ضوابين وشرطيه منع فك اسرانا مسلمين تا عد لغا قفاشه ان لا سو دينين سيده هذه هشيس لو غلو ايده وحي شرطي اس هو فاسد من لا اقبلايو او ترك مالنا لهم ام حولها يغينا ادينو ايو هشيس كو غلاي وا شرطي فاسد اسغنا لا اقبل ماي او لتعقد لهم ذمه بدور دينار لتعقد لهم ذمه ان لو اغلاادو نبت جليه اي امان ان لا سييو بدون دينار لعقنا ايسن بخينن شلن يغون بخين ان اي هلان جزيهدي ايدنا لغا ييري ماهيو او بدفع مال اليه اما ايغا وخول لا سينياو ايغا جزيهدا لو ديبيا اسونا وا شرطي فاسدا والله سبحانه وتعالى اعلم وتصح الهدنه هند وهي كون صحيحا على ان ينقضها الامام متى شاء وحول الشيخ رحمه الله وتصح الهدنه هند ان سو شيغنو دن وهي كون صحيحا على ان ينقضها انو بريو الامام امامكم متى شاء حلغي او دونو سيده النبي غبا كسغناتاي صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى.